والتجار يمتنعون، التجار يمتنعون، ولينا واقفة، لينا واقفة، واقفة قريبة. التجار اللي تحت مسمى ها دراما مصرية، لا دي كلمة غالية. كنا يعني عملوا ايه التجار تاني غير كده؟ كتير بقى، في حاجات كتير من تحت بير السلم. ايه بقى؟ اعمال هنشوف بقى. ما هو انت في اعمال ما تعرفيش عنها حاجة، وانت عارفة كل حاجة؟ في اعمال اتعملت تحت بير السلم. الفكره ان السنه دي اتعملت اعمال تحت السنه دي واللي فاتت واللي انا بتكلم على رمضان ده اتعملت اعمال تحت بير السلم. طبعا طبعا طبعا. ده انا اقول لك على حاجه، انا مره السنه دي ايه اعمال اتعملت تحت بير السلم؟ لا انا مش حافظ اسمائها، بس احنا لينا واقفه مع الصديق، لينا واقفه مع بعضنا. مره احكي لك حكايه، بس مره واحد بيعمل فيلم، جات لي بنت النقابه قالت لي انا بمثل تاخيري، قالت لي اسمع الشريده مسجله للواحد ده الاستاذ اللي عامل نفسه منتج، قال لها في الشريط عايزه صورتك على افيش تدفعي مش عارف 100,000 جنيه، عايزه تطلعي في البرومو وتدفعي مش عارف ايه. دول المنتجين؟ لا طب دول ينتموا للسينما المصريه العظيمه؟ لا طب تعال بقى شوفي الظاهره دي، كل واحد عايز يغير وظيفته في البطاقه، ها يجيب 10,000 يقول دفعت عربون. عيب عيب. السنه دي في رمضان ده في مسلسلات نزلت على الشاشات اتعملت تحت بير السلم. ايوه يا فندم، ايوه يا فندم، ايوه يا فندم. مين؟ انا مش حافظ اسمائها، مش حافظ اسمائها. انها ما تبقاش الشركه المتحده نجوم بيمثلوا فيها؟ لا لا ما فيهاش نجوم ولا حاجه، شبههم كده. انها ما تبقاش الشركه المتحده بتبذل هذا المجهود من اجل الدفاع عن مكانه مصر كهوليود الشرق، وناس ثانيه بتلف. والمشكله ان الحاجات دي بتسافر بره، تروح تلاقيها بتتعرض في الكويت ولا في ابو ظبي ولا في دبي، ولا في الاخر هو اللي بيتفرج بقى رايه ايه. الحاجات اللي بتتصور في لبنان؟ لا تصور هنا، تصور هنا في مصر؟ في لبنان. اتصورت جوه مصر؟ إنما طبعا. اللي بيتفرج بقى، انت النهارده بقى انت مواطنه كويتيه قاعده في الكويت، بتجيبي التلفزيون الكويت لقيتي عليه مسلسل مصر، هيبقى رايك ايه؟ هيبقى رايك ايه؟ يعني اي حد بينتج بره المتحده؟ لا مش كله، لا مش كله، لا 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 في ناس بره المتحده ممتازه. لا لا في ناس بره المتحده ممتازه جدا، ومتحده سامحه بده، وبالعكس بتشجع ان يبقى في منتجين اخرين. انما في ناس تحت بير السلم، وفي تجار اساءوا للمهنه، وان الاوان يبقى في وقفه، وهيبقى له وقفه بعد رمضان ان شاء الله، بعد العيد. بعد العيد. هل هم عندهم علم بالكلام ده؟ سيعرفوا البرنامج. اللي هيسيء للبلد مش هنسكت عليه، وهي الاساءه بشغلك انك تعمل حاجه تسيل البلد، تبقاش البلد عمالة تعمل كل ده وانت تيجي بتخرب. تخرب ليه؟ لانك ما لقيتش حد بقى يقول لك ستوب. احنا بقى هنقول لك ستوب، هنقول لك ستوب. عمالة افكر اشوف مين المسلسلات دي، بس مش بس انا يعني هركز الفترة الجاية اشوف تقصد حلقة مين. جاي. لا لا اركز اشوف يهمني اعرف، يعني عايز اعرف تقصد مين. لا انا ما اقصدش حد بعينه. انا على فكره خلي بالك من حاجه، انت ممكن مثلا تقولي ده فلان، ممكن مش فلان.